بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مناقشة مستفيضة لرسالة الطالبة والأخذ بنظر الاعتبار مناقشتها ودفاعها عن رسالتها، قررت اللجنة ما يلي: أولاً، توصي بمنح شهادة الماجستير وقبول الرسالة أو لطروحها كما هي، وبعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها والتوصية بمنح الشهادة. تكلف الدكتورة سهام شكور عبيد بمتابعة التصحيحات المقترحة. ألف مبروك، تهانينا وألف مبروك.